هاي وصلنا الى المنطقة اللي قريبة من بيت حضرتك استاذ ناظم، شو يسموها هاي المنطقة؟ هاي العلوة هنا. يعني ايش تقصد بالعلوة؟ نصها يسمون العلوة، علوة يعني شلون علوة يعني نصها؟ ارتفاع مو علوة مال خضار ومصوات. لا لا لا، العلوة والنصة، النصة النزلة يسموها النزلة او النصة. زين، يعني هسه احنا بالنصة؟ هسه احنا جاي ننزل من العلوة للنصة. الشارع الثاني شارع طريق الحج البري، كانت السيارات مال الحج من هنا يجون. اها، من هاي السيارات. زين هسه هذا الطريق وين ياخذنا؟ هذا للبحر. للبحر هذا؟ للبحر طبعا. اها والله. زين احنا الان يعني هاي المنطقه اللي عشت بيها، هاي هذا شارعنا، شارعكم هذا. شارعنا هذا. زين وبيتنا اعتقد شيء قريب بعد. زين هسه انت يعني اثناء الكواليس ولغاية اللحظة ما تندل البيت؟ أي مو تدري، تغيرت المعالم كلها. وإحنا طلعنا من أنا من المنطقة بالثمانينات. بالثمانينات؟ بالثمانينات يعني 85 تقريبا انتقلت إلى بغداد. ليش طلعتوا؟ كان لها أسباب؟ لا، عوضتنا بذيك الفترة، صار تعويض. هاي المناطق كلهم عوضوا تقريبا. أها والله، وطوهم طوهم يعني حطونا قطعة. زين وقسمتهم فلوس هيك شيء. يعني اكثر الامور نسولف احنا. الله يساعدك ابوي، شلونك؟ شو صحتك؟ شلونك؟ هلا بنولاد، شلونك؟ شلونك اخوي؟ شلونك؟ الله يحفظك. الجوارين القدامى كلش. شلون صحتك؟ شلونك؟ الله يسلمك، الله يحفظك. اقول لك حجي، تيهت بيتنا، بيتنا مو هذا. بيتك بالدولان انت. بيت احنا بصف الدولان. بيتك بالدولان، هسه صار دولان. ها صار دولان. صار دولان، بيتك بيت شيخ علي. هسه حاليا ابو من؟ ابو من؟ ابو مهدي. ابو مهدي؟ اي. اخر مره شفت استاذ ناظم؟ اخر صراحة مره شفت استاذ ناظم شفته حوالي قديمه كلش. اي قديمه، ما ذكر. قديمه يعني حوالي بال97. زين اي عارفين احنا شلنا من انا 90 هيك شفت. احنا شلنا من 85. بس هو ابن المنطقه، ابن المنطقه، ابن المنطقه، ابن الولايه. بعد روحي. اي جيراننا هسه. اي والله هو متيه بيته. هذا البيت هو متيه. هذا البيت مالتهم بالدوران من هنا بعيد له. فتعالوا نطبق استاذ انس. استاذ ناظم مي هذا الحاج، تفضل. هذا هنا؟ تفضلوا، هذا منه. هذا البيت، وهذا البيت فاضل. كان جارك فاضل عشو. فاضل اي عفية. فاضل عشو قبل. هذا كان اي هذا بيته. وبصفك منه في هذا الدوران ثاني بيت حاج زبالة. عفية. تتذكرهم؟ اي اي بيت فاضل. ذول الأسر مسافرين. بيت صغير احسن فاضل صغير وأخوه. بيت صغير هسه بس ابن خالتهم باقي هذا الفوق بالسلام. اي هم هسه شي سافروا بيهم البيت ثاني هم مدروين. احنا حتى يعني من ضايق أهل الدار مثل ما يقولون. خلينا نرجع هنا يعني. الله. من المنطقة من الشيء منها طلع من عدد فنان. اي والله. اي والله. اي من هاي المنطقة طلع فنان هو. بس يقهر والله. ها بيتنا يقهر والله. لا هاي بيوتك كلها بيوتك. اي والله كلها بيوتك وكلها اهلك. اي والله حجي. بيت الطوال، بيت الرويطي، بساده الاميال. بساده الاميال ذولا ياهم جوا بعدهم موجودين. اكو من عندهم طلعوا واكو من عندهم بقوا.